بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ونشرة السادسة من قناة النادي الأهلي. نذهب بسرعة إلى العلوي. غدا الجمعية العمومية للأهلي تبدأ بالتصويت على لائحة النظام الأساسي. عشرين حافلة لنقل الأعضاء من الجزيرة وزايد إلى مقر مدينة نصر. والسيد عماد وحيد مجلس طاهر يعمل لمستقبل النادي الأهلي. اهلا بكم من جديد ونبدا اخبارنا. تبدا غدا الجمعيه العموميه الخاصه للنادي الاهلي التصويت على لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي في مقر النادي بمدينه نصر، حيث من المقرر ان يبدا تسجيل وتصويت الاعضاء بدايه من 9 صباحا وحتى 7 مساء، وتستكمل فعاليات الجمعيه العموميه يوم السبت بمقر النادي بالجزيره، حيث يفتح باب التسجيل والتصويت من 9 صباحا وحتى 7 مساء، ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر ب 12500 عضو. ومن حق العضو المسدد للاشتراك النادي لعام 2016 التصويت على اللائحة، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرارها. وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدار يومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاء ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة. أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن النادي الأهلي قام بتوفير 20 حافلة كبيرة لنقل الأعضاء من مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد إلى مقر مدينة نصر غدا الجمعة طيلة اليوم للتصويت على لائحة النادي في الجمعية العمومية الخاصة. وأوضح سيادة اللواء شمس أن النادي حرص على توفير أكبر قدر من الراحة، وقام بتوفير 20 حافلة ستقوم بنقل الأعضاء من الجزيرة والشيخ زايد إلى مدينة نصر والعكس لتسهيل الأمور عليهم، لافتا أن الحافلات ستكون متوفرة أيضا يوم السبت لنقل الأعضاء من مدينة نصر والشيخ زايد إلى الجزيرة والعكس. وأشار شمسي إلى أن كافة إدارات النادي استعدت جيدا لاستقبال الجمعية العمومية للتصويت على اللائحة الخاصة بالنادي غدا الجمعة بمقر مدينة نصر ويوم السبت بمقر الجزيرة. قال السيد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن اللجنة الأولمبية المصرية مغلوبة على أمرها وتتلقى تعليماتها من أطراف ودول أخرى، موجها رسالته إلى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية رافضا الحديث عن إهدار المال العام في النادي الأهلي. احنا معنا على الهاتف الآن مراسلنا احنا معنا على الهواء مباشرة مراسلنا كريم أحمد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. مساء الخير. تحياتي لك زميلي محمد وتحياتي طبعا لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. عايزين نعرف ايه اخر تجهيزات النادي الاهلي للجمعيه العموميه غدا باذن الله ويوم السبت. يمكن بالفعل مقر للنادي الاهلي بالجزيره ترتيبات خاصه للاجتماع الخاص طبعا بالجمعيه العموميه الخاصه بيه اللي...
النادي الاهلي. لكن قبل ما نتطرق سريعا او اكلمك طبعا على الامور الخاصه بالترتيبات، يسعدنا طبعا في هذه اللحظات ان ينضم الينا طبعا اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده اللواء طبعا في البدايه بنرحب بيك، ويمكن طبعا العمل على قدم الوثائق طبعا ترتيبات مهمه جدا للاجتماع الخاص بالنسبه للنادي الاهلي اليوم الاول زي ما قلنا مدينه نصر، واليوم الثاني الجزيره. حطينا في الاجواء الخاصه بالنسبه للترتيبات، انا عارف ان كل الامور ماشيه بشكل رائع جدا، لكن حطينا في الترتيبات سياده اللواء. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك ان شاء الله بكره التصويت هيبتدي 9، بس قبل التصويت انه ابتداء من 9 صباحا من الشيخ زايد، فرع النادي في الشيخ زايد هيبقى فيه 20 اتوبيس على مدار اليوم مجهزين تماما، اتوبيسات مكيفه لراحه الاعضاء، هينقلوا الساده الاعضاء من الشيخ زايد الى مدينه نصر. وفي 20 اتوبيس تانيين من الجزيره، لان اعضاء الجزيره على الرغم ان هم عندهم تصويت يوم السبت هنا، لكن هم عايزين يروحوا اول يوم في مدينه نصر، وبرضه هيبقى في 20 اتوبيس على مدار اليوم رايح جاي هينقلوا الساده الاعضاء الى مدينه نصر. الوصول لمدينه نصر هيبقى في مجموعات من ابناء وبنات النادي الاهلي المحترمين، هياخدوا الاعضاء من اول بوابه الدخول لغايه المكان المقرر للعقد التصويت، عشان هي مش جماعيه بس عشان الناس بس تفهم، وهيدخلوهم اللجان. كل لجنه مكتوب عليها رقمها، حضرتك هتلاقي محطوط بره صوره بطاقه عضويه كارنيه متعلم فيه فين رقم اللجنه بتاعتك، فالموضوع هيبقى سهل، حضرتك هتشوف الكارنيه مش محتاج انك انت تستفسر حاجه. لكن برضو في اثنين من موظفي النادي الاهلي استعلامات موجودين، لو حضرتك عايز تستفسر اي حاجه هتلاقي الناس تجاوبك على طول بجهاز الكمبيوتر بتاعتهم بكل حاجه. التصويت حضرتك هتخش تمضي وتاخد بطاقه التصويت وتحطها في الصندوق مطرح ما انت واقف وتخرج، الموضوع كله مش هياخد 3 4 5 دقايق بالكتير، مش اكتر يعني. ده بالنسبه لمدينه نصر. احنا هنا في الجزيره اختيار الصاله المغطاه برضو ترتيبات مكثفه، هنا برضو عايزين نحط الناس في الجزيره هنا اختيار الصاله المغطاه برضو، شايفين عدد كبير جدا يسع ان شاء الله كل الاعضاء دي. طيب هو اولا احنا 25 اغسطس، الجو زي ما حضرتك شايف حر، السرادق المقام في مدينه نصر، انا كنت هناك النهارده الصبح، حاطين فيها اجهزه تكييف برضه تيسيرا للاعضاء عشان حتى الثلاث دقايق اللي هو فيهم ما يبقاش متضايق. تاني يوم ان شاء الله هيبقى برضه فيه 20 اتوبيس من الشيخ زايد الى الجزيره، و20 اتوبيس من مقر النادي في مدينه نصر، مقر النادي في مدينه نصر تاني بقول لانه مقر، بناء على جواب رسمي من مديريه الشباب والرياضه الى الجزيره، برضه 20 اتوبيس هيبقى على مدار اليوم. اكيد انا عايز اكد على النقطه المهمه دي يا ست، اللي هو ان مقر النادي الاهلي الجزيره ومدينه نصر هو مقر واحد وليس فرع، عايزين نوضح الامر ده لان في التباس كبير جدا الفتره اللي فاتت وحملات مكثفه على مجلس اداره النادي الاهلي وعلى النادي الاهلي، الامور مغلوطه شويه عشان بيه، عايزين نوضح النقطه دي لان مهمه جدا. طيب عايز حد يمسك كارنيه احد الاعضاء من النادي الاهلي يقول لي ده جزيره ولا مدينه نصر، مفيش حاجه اسمها جزيره ومدينه نصر، وبقول لحضرتك جواب رسمي في 2015 ان مقر النادي في مدينه نصر والاهلي والجزيره واحد، مكتوبه كده الجواب، مكتوب كده وموجود وعندنا جواب، فيعني مفيش حاجه اسمها جزيره مدينه نصر فرع، ده الكلام ده مش الشيخ زايد فرع، لكن مدينه نصر لا، ده مقر ومن حق اعملها هنا او من حق اعملها هنا، وعلى يومين وعلى فكره وعلى ثلاثه، مفيش ما يمنع. انا عايز نص قانوني، حد بلاش الكلام اللي هو المرسل، فين احنا طلبنا اكتر من مره، لو في نص قانوني هنلتزم بالقانون، مفيش، ما عنديش نص قانوني، ما عنديش يمنعني ان انا اعمل جمعيتي هنا او هنا او اجتماعي الخاص هنا وهنا ويوم او يومين، ما عنديش ما يمنعني من هذا. تاكيدا على كلام حضرتك، يمكن النادي الاهلي الوحيد اللي شرح لائحته الخاصه بيه استفاض فيها بشكل كبير ندوات كانت مكثفه من مجلس الاداره، يمكن كان في حماس كبير جدا من الاعضاء كلهم يمكن بيتكلموا ان احنا جايين نوافق على اللائحه، لان عارفين النادي الاهلي عمر مجلس الاداره مهما كان يحط النادي الاهلي او اعضائه في اي شيء خاص. طيب هو اولا اتعملت 3 ندوات في المقرين وفي الفرع، الاعضاء حضروا بيسالوا شافوا اللائحه، ده منتصف ثقافه جدا من الساده، وناقشوا بعض البنود وكل واحد كان بيستفسر، والسيده رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره قاعدين عشان يردوا على كل الاستفسارات. اعتقد ان احنا الوحيدين اللي عملنا كده لشرح الناس، كان ممكن نحط لائحتنا تعالى قول اه ولا او امشي، لكن احنا عايزين نسمع من الناس، قد يكون احد الساده الاعضاء له راي في حاجه ممكن نعدلها، لانه ده لائحه الاعضاء النادي الاهلي مش لائحه مجلس اداره النادي الاهلي. وبعدين ما هو مجلس اداره في انتخابات كمان شهرين ولا حاجه، ما هو يقول لك خلاص سيب الاستشهاديه واخش انتخاباتي ولما انجح ابقى احاول احشد وابقى احاول اغير. هم حطوا لائحه للنادي الاهلي للناس اللي جايه بعد كده، ما فيش حاجه اسمها ان حد يحط لي لائحتي في النادي الاهلي، احنا اول ناس حطينا لوائح، ما حدش يحط لي حاجه، لكن اللائحه تتحط وبعدين ماشي هنحط لائحه للانديه. هل النادي الاهلي زي نادي كذا زي نادي كذا زي مركز شباب؟ لا،
لا، كل نادي له ظروفه، فكان لابد انه تضع الانديه ومنها النادي الاهلي وانديه كبيره ونادي الزمالك ونادي هيليوبوليس ونادي الجزيره، الانديه الكبيره كانت تضع وان هم يتاخد رايهم، لان كل واحد يبقى له وجهه نظر. اعتقد انها كانت هتبقى مفيده للناس اللي حطت اللائحه وهي دي وهتاخدوها كده. لا مش هناخدها، لا مش هناخدها، انا واثق ان اعضائنا هيخشوا وهيختاروا اللائحه بتاعتهم، انا واثق من ده. موقف النادي الاهلي سليم 100% بالنسبه للاجتماع الخاص بالنسبه للنادي الاهلي، لان برضه كان في تشكيك كبير جدا اخرها امس كمان، يعني الامور صعبه جدا بالنسبه للهجوم على النادي الاهلي، تاكيدا برضه من سياده اللواء ان موقف النادي الاهلي سليم 100%. لا سليم 100%، بس هو رساله، يعني اللي يتحدث عن النادي الاهلي لازم يكون عاش جوه النادي الاهلي عشان يعرف هو بيقول ايه، لكن ما يطلعش واحد يقول لي هنعملها في مدينه نصر عشان نطبخها ولا مش عارف نوضبها ونظبطها، تظبيط والطبخ ده مش عندنا. اذا كان هو مش عارف النادي الاهلي خليه يجي يقعد يومين ساعه بس في النادي الاهلي عشان يعرف مين النادي الاهلي. احنا اول ناس وكل الناس المحترمه احنا ما عندناش الكلام ده خالص، فاللي بيقول الكلام ده لازم يبقى عارف هو بيقول ايه كويس قوي، لانه احنا مش هنبص للكلام ده. لكن انا بتكلم من ناحيه، هو بيتكلم في اجراءاتي كده، ما بيتكلمش على مجلس اداره. انا ما بطبخش وانا راجل ضابط ملتزم جدا، والنادي الاهلي اصلا انا داخل ملتزم والتزمت كمان بالنادي الاهلي، فعيب قوي لما حد يجي يتكلم لابد يبقى عارف هو بيقول ايه عن النادي الاهلي. والنادي اكبر بكتير قوي من حضرتك انك تتكلم عليه تقول النادي الاهلي بيطبخ، مش مسموح هذا الكلام خالص. رسالة أخيرة كعضو للجمعية العمومية لأعضاء جمعية عمومية النادي الأهلي، إن شاء الله بالرأي على وعي الأعضاء غدا هيكون يوم فاصل في تاريخ النادي الأهلي إن شاء الله، اللي هو شيرين شمس، ممكن تقولي؟ لا أنا ما عنديش شك في أعضائنا، ما عنديش شك في وعي الأعضاء عندنا، ما عنديش شك في إن هم الناس أول ما حسوا أعضاء جمعية عمومية إن في حاجة بتتعمل ضد النادي وهم شايفين وعايشين وبيقروا وبيسمعوا، انه واضح انه في قصه يعني كبيره، فالناس لا هتقف مع النادي، مع النادي وليس مجلس الاداره. الناس مش جايه تنتخب حد بكره ولا بعده، الناس جايه واقفه لنفسها، للائحه بتاعتهم، هم اللي هيقرروا نفسهم، فدي حاجه بتاعتهم يعني. بس هم ان شاء الله جايين، وانا بقول لحضرتك انها بكره هتعدي اكتر من 12:30 بكره. شكرا، كل الشكر طبعا والتقدير للواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. يمكن رسائل واضحه جدا طبعا من اللواء شيرين، ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اول يوم غدا في مدينه نصر من 9 صباحا ل 7 مساء. كل التوفيق من جديد للنادي الاهلي، وعوده ليك يا محمد من جديد. شكرا زميلنا كريم احمد من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكان حوار مع سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي حول استعدادات النادي الاهلي يوم غدا ويوم السبت. وليه؟ عشان نتعرف اكثر على تجهيزات النادي الاهلي الجمعيه العموميه في مدينه نصر، بينضم الينا زميلنا امير هشام. امير، ماذا لديك من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر؟ يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. قبل من بدايه الخاصه بالتصويت لائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي، خلاص النادي الاهلي هنا مقر النادي اتم استعداد لاستضافه اعضاء النادي الاهلي ان شاء الله خلال غدا على لائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي. اكيد هنعرف تفاصيل مع اللواء اسامه سامي مدير فرع النادي الاهلي مدينه النصر. مرحب بيك طبعا، وخلاص عايزين نطمن منك عن اخر استعدادات لاستضافه اعضاء النادي الاهلي غدا ان شاء الله. متوقع ان هيكون في اعداد كبيره بكره ان شاء الله للتصويت على اللائحه. احنا بنرحب الاول بقناه النادي الاهلي في فرع النادي الاهلي مدينه نصر. الحمد لله خلاص كده تم كل الاستعداد بكره ان شاء الله للتصويت على اللائحه. النهارده كان حضر مجموعه القضاه عينوا مكان المقر هيتعقد فيه اللجنه، ودوا بعض اللحظات اللي هم طلبوها ولبيناها، وان شاء الله احنا جاهزين لاستضافه النادي الاهلي سواء من الجيزه او من الشيخ زايد او مدينه نصر للتصويت على اللائحه بكره ان شاء الله. بالنسبه لاماكن الدخول والخروج يمكن شيء مهم جدا، انا عارف ان انتم بتحاولوا تسهلوا الامور شويه على اعضاء النادي الاهلي بحيث ان هم ما ياخدوش وقت في عمليه التصويت، اشرح لي الدنيا بالظبط هتبقى ماشيه. هو هيبقى مسموح للساده الاعضاء بالدخول من بوابتين، بوابه اللي على شارع حسن مامون والبوابه اللي على شارع الطاقه. الاعضاء ممكن المكان اللجنه اللي موجوده في متوسط في مكان متوسط في النادي، بالنسبه ليج من هنا سامعني في من الاعضاء جهزنا باركنج جوه الفرع على طريق النصر، بحيث ان ممكن يستقبل كثير من الساده الاعضاء برضه عشان يسهل موضوع الوصول للجنه التصويت. بالنسبه لعمليه التصويت بكره هتبقى من تمام الساعه 9 لحد 7 مساء، بس النقطه اللي عايز اسال فيها وهي وقت
هيبقى الموقف ايه؟ هل الوقت ده هيبقى فيه برضو تصويت ولا هيتم تأجيله وترحيله لما بعد الساعة 6؟ طبعا بالتنسيق مع اكيد وقت صلاة وقف التصويت ونشوف هنعمل ايه بالنسبه للتوقيت اللي هو ضاع في يعني في وقت الصلاه، نشوف هنعمل فيه ايه. ده طبقا لتعليمات القضاة المشرفين على اللجنه. اخيرا بقى عايز رساله لاعضاء النادي الاهلي عشان ان شاء الله يكونوا متواجدين بكثافه بكره للتصويت على هذه اللائحه، وهو شيء اكيد مهم لمستقبل النادي الاهلي. احنا طبعا بندعوهم كلهم ان هم يشرفوا النادي في مدينه نصر ويصوتوا على اللائحه، عشان هو ما نختار حاجه بايدينا غير الحاجه المفروض علينا من اي جهه ثانيه، فان شاء الله يتواجدوا بكثافه، وباذن الله احنا مستعدين ان اليوم عدى على خير ان شاء الله تعالى. شكرا استاذ. اتفضل يا فندم. ده كان لقائنا مع اللواء اسامه سامي طبعا مدير مقر النادي الاهلي مدينه نصر. لسه مستمرين معاك يا محمد، ومعانا لقاءات مع بعض اعضاء النادي الاهلي المتواجدين هنا. برحب بيكي في البدايه دكتوره هبه، اكيد شيء مهم جدا النادي الاهلي يصوت على اللائحه الخاصه به، النادي الاهلي كرر لائحه النظام الاساسي، رايك ايه ان شاء الله وهل هتبقى متواجده بكره ولا لا؟ اكيد هبقى متواجده، واكيد احب اقول لكل الناس لكل الاهلاويه ينزلوا بكره عشان يوم مهم جدا 25 اغسطس و26 يبقوا موجودين، عشان ده تاريخ كبير ونادي الكون زي ما انتم كلكم عارفين. لازم نبقى في ظهره عشان التاريخ ده يستمر والنادي يستمر ويرفع راسنا على طول ان شاء الله. ان شاء الله. الرساله اللي انت حابه تقوليها لاعضاء النادي؟ لازم كلكم تبقوا موجودين بكره وبعده في التصويت، عشان النادي محتاجنا كلنا جنبه، محتاج كل الاهلاويه وكل ابناء النادي. بشكرك شكرا. ميرسي جدا. دي كانت بعض الاجواء قبل طبعا قبل الجمعيه العموميه او قبل ساعات من انطلاق الجمعيه العموميه في اهل مدينه نصر هنا، وهو زي ما احنا عارفين اول يوم هيكون هنا في اهل مدينه نصر، ثاني يوم ان شاء الله هيكون في مقر النادي الاهلي الرئيسي في الجزيره. لكن الرساله اللي حابين نقولها اكيد لكل اعضاء النادي الاهلي، مهم جدا ان هم ان شاء الله يكونوا متواجدين عشان يكرروا اللائحه الخاصه بيهم، لائحه نابعه من النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، هي اللي تدير النادي الاهلي على مدار السنوات المهمه المقبله بالنسبه للنادي. والان عوده ليك يا محمد. شكرا زميلنا امير هشام من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، ومتابعه وافيه لاخر استعدادات النادي للجمعيه العموميه. ونتابع اخبار بقى فريق كره القدم. التونسي انيس الشعلالي مخطط الاحمال قاد مران اليوم بالنادي الاهلي، مران الفريق الصباحي يوم الخميس، والذي يقيم على ملعب التتش بالجزيره استعدادا للموسم الجديد. وأنهى الفريق تدريبه بعد 90 دقيقة، حيث لم يشهد المران أي تدريبات بالكرة، وركز الشعلالي على الجوانب البدنية بتدريبات مكثفة، وخضع اللاعبون لجلسة الاستشفاء في المقتص عقب المران الصباحي يوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة. تخلص من الإرهاق التدريبات البدنية، وخضع اللاعبون إلى جلسة في مقتص الثلج داخل صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالنادي الأهلي لمدة 15 دقيقة عقب الانتهاء من المران الصباحي. انتظم عماد متعب مهاجم الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي في تدريبات الفريق اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيره في اطار الاستعداد للانطلاق الموسم الجديد ومباراه الترجي التونسي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا لكره القدم. وكان متعب قد تغيب عن اولى تدريبات الفريق امس بعد انتهاء فتره الراحه التي حصل عليها اللاعبون بعد نهائي كاس مصر. أكد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي أن جميع اللاعبين سيشاركون بشكل طبيعي في تدريبات الكرة مساء اليوم الخميس، مشددا على خلوة قائمة من المصابين باستثناء مروان محسن. وأوضح كابتن أحمد أيوب أن كريم ندبت كان هو المصاب الوحيد خلال الفترة الماضية، حيث كان يعاني من شد في العضلة الضامة وتعافى تماما بعد انتهاء برنامجه التأهيلي خلال المرحلة الماضية. وأشار أيوب إلى أن كريم ندفد شارك اليوم وأمس في التدريبات البدنية وينتظم في أول مران بالكرة مساء الخميس، ولا يوجد حاليا أي مصابين بالقائمة سوى مروان محسن الذي لا يزال يؤدي برنامجه التأهيلي المحدد له.
كابتن احمد ايوب المدرب العام للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي قال ان الفريق سينتظم في معسكره المغلق السبت المقبل باحد الفنادق في مدينه 6 اكتوبر استعدادا للموسم الجديد ومباراه الترجي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. واشار كابتن احمد ايوب الى ان حسام البدري المدير الفني للفريق حدد برنامج اعداد بدني وفني خاصا للفريق يستمر لمده اسبوع اثناء معسكر الفريق في 6 اكتوبر. ويؤدي الاهلي تدريباته اليوميه خلال المعسكر على ملعب مشروع الهدف وفقا لموافقه حصل عليها مسؤول النادي الاهلي من جانب الاتحاد المصري لكره القدم. ينتظم النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية السبت المقبل على ملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر. وتقرر عودة أجايي مهاجم الأهلي من نيجيريا مساء غد الجمعة بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي ببطولة كأس مصر. وأكد الكابتن أحمد أيوب المدرب العام أن غياب وليد سليمان لاعب وسط الفريق عن التدريبات الجماعية اليوم الخميس جاء بإذن من الجهاز الفني موضحا أن اللاعب سليم ولا يعاني من أي إصابات. وأشار الكابتن أحمد أيوب إلى أن اللاعب سينتظم في التدريبات بدءا من السبت المقبل على ملعب الهدف ضمن معسكر الفريق في مدينة 6 أكتوبر بعدما طلب اللاعب مد إجازته لمدة 48 ساعة ووافق له الجهاز الفني. قرر كابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي إقامة مران الفريق غدا الجمعة على فترتين صباحية ومسائية وفقا للبرنامج البدني والفني الذي وضعه الجهاز. وقال الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق أن الفترة الأولى ستنطلق في 9:30 صباحا فيما ستكون الثانية في 5:30 ومن المقرر أن يقود حسام البدري المدير الفني للفريق المران غدا بعد أن غاب عن المران الأول وأمس لارتباطه ببعض الظروف الخاصة. توجه المنتخب الوطني لكرة القدم إلى برج العرب بالإسكندرية لاستكمال معسكره استعدادا لمباراتي أوغندا في تصفيات كأس العالم في روسيا 2018 والذي يستمر حتى موعد السفر إلى كامبالا يوم 29 أغسطس الجاري. ويؤدي الفريق مساء اليوم رانو الأول باستاد الجيش ببرج العرب بمشاركة مصطفى فتحي بعد اكتمال شفائه ومحمود عزت مدافع سموحة الذي اطير بديلا من علي جبر المصاب. أكد أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني أن الجميع في المنتخب لديه رغبة في تحقيق حلم الجماهير المصرية بالتأهل للمونديال بعد غياب طويل. وشدد أشرف أن منتخب أوغندا خصم قوي ولديه طموح مشروع ولكن كل عناصر المنتخب لديها رغبة وثقة في قدرتنا على تغطي المباراة والاقتراب خطوة أكثر من التأهل للمونديال. مرة ثانية مشاهدينا نعود إلى مراسلنا كريم أحمد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. كريم ماذا لديك؟
جديد زميلي كل مشاهدي قناه الاهلي. طبعا زي ما بنتكلم مستمرين معاكم هنا وتغطيه خاصه من مقر النادي الاهلي بالجزيره، ويسعدنا اكيد في هذه اللحظات ان ينضم الينا الاستاذ عماد توحيد عضو اداره النادي الاهلي. برحب بيك طبعا عماد بيه في البدايه، وبمناسبه طبعا الاجتماع الخاص وليس الجمعيه العموميه بنتكلم عليها طبعا الترتيبات الاخيره وندوات كانت رائعه جدا اشاد بها اعضاء النادي الاهلي على الوعي بالنسبه لي يعني شرح الامور الخاصه، يعني حابب تقولي في اللحظات دي بالنسبه لقدومنا على الاجتماع الخاص للنادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول انا بشكركم على حضوركم، ودايما بحب اقول ان تبقى قناه النادي الاهلي هي الشريان اللي بيوصل منه المعلومه الصادقه اللي بتعبر عن قرار ومصير النادي الاهلي. الحاجة التانية، احنا ليلة التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، بحب أتقدم بشكري للإدارة التنفيذية على رأسها اللواء شيرين شمس على المجهود اللي هو عمله حتى تخرج هذه المناسبة الفارقة التاريخية في تاريخ النادي الأهلي بالشكل الذي يليق بنادي حافظ كتير قوي على تاريخه وعلى قيمة أعضائه. وده مش جديد على ابن من أبناء النادي الأهلي، ما أقدرش أعتبره مدير تنفيذي على قدر ما أنا بعتبره من جذور وثوابت النادي الأهلي، عائلة أفتخر أن أنا زملت شيرين شمس وأخوه. فالحقيقة أنا واجب علي بصفته أنه كان قبلية في هذه المداخلة أن أنا أشكره، لأن قد إيه حسيت أنه هو مش بيعمل ده كمدير تنفيذي على قدر ما بيعمله كمحب وعاشق للمكان اللي اتربى فيه. ارجع معاك عماد بيل للندوات المكثفه والرائعه بالنسبه طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي. كان في بعض الاستفسارات من الاعضاء، الاعضاء سالت وكان في حماس كبير جدا اكيد حضرتك شفته، الكل بيقول احنا جايين نقر لائحه النادي الاهلي وليس لائحه الاسترشاديه للجنه الاولمبيه. استقبلت ده ازاي كعضو الجمعيه العموميه قبل ما تكون عضو مجلس اداره في النادي الاهلي؟ الاول علشان ما اكونش راجل يحاسبني ضميري وتاريخي القليل قوي كعضو مجلس إدارة النادي الأهلي أو كمنتمي ومنتسب للنادي الأهلي، يجب أن أقرر أمام حضراتكم ومن خلال قناة النادي الأهلي أنا بتقدم بشكري للدولة متمثلة في مجلس الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، اللي أنا بختلف معه كتير في بعض الأمور، ودايما بقول أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن ليس هناك جاحد يقر بغير أن المهندس خالد عبد العزيز أخذ على عاتقه إصدار هذا القانون، وهو أنا متفق معاه أن لابد أن تكون هناك إشكاليات وتداعيات لتنفيذ هذا القانون، وكل واحد زي ما هو بيحب يقول وكل المهتمين بيقولوا عليه أن يتحمل تداعيات ما يقرره في حق تقرير مصيره. فلو كان لابد في مقدمة أن أنا أشكر المهندس خالد عبد العزيز على حرصه على إصدار قانون الرياضة، لكن ما يتعلق بتداعيات أو أساليب تطبيق هذا القانون فهذا أمر يخص كل هيئة رياضية، وكل هيئة رياضية بتتخذ من الإجراءات ما تشاء، وهي اللي مسؤولة عن عما ينتج عن قرارها. لكن كان لزاما علي ان انا اشكره من خلال قناه النادي الاهلي على حرصه وعمله الدؤوب هو ومجموعته، وايضا لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب على اخراج القانون بكل ايجابياته، وقد تكون هناك سلبيات، مفيش حد بيعمل حاجه كامله 100%، لكن انا عاوز اقول له ان ما يخص تطبيق هذا القانون هذا امر شخصي للنادي الاهلي يتحمل مسؤوليته من يمثله اللي هو رئيس اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. ارجع معاك يا عماد بيه، حاله لغط كبيره جدا الفتره اللي فاتت، يعني امور كثيره جدا. يمكن اذكر معاك في البدايه المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه النادي الاهلي فرع الجزيره هو المشهر من 1907، ويمكن لغط كبير جدا، عايزين تفسير من حضرتك لان يعني واضح ان في قراءه بدون فكر وبدون وعي كبيره جدا بالنسبه للفتره اللي فاتت. الحقيقه يعني انا المهندس هشام حطب قد يكون جانبه الصواب فيما قرره بالقناه اللي هو بيطلع فيها على طول. وانا الحقيقه عاوز انصحه، يعني الوزير خالد عبد العزيز
معذور في انه بي 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 بيطلع في اكتر من مناسبه، لان هو الوزير المنوط والمسؤول عن هذا القانون واصدار هذا القانون، فلازم يعني يوضح موقفه والتساؤلات اللي عند البعض. لكن انا مش عارف المهندس هشام حطب هو مسؤول ولا مش مسؤول، يعني هو الوزير بيرد بالنيابة عنه ولا هو بيرد؟ وبعدين هو لما بيجي يرد لازم يرتب أفكاره، لأن هو النهاردة بيتكلم على مقر رئيسي. طب أنت يعني معرفش الجواب عندكم اللي كانت بعتته لنا مديرية الشباب والرياضة لو موجود في القناة ينزلوه، ده احنا كنا خدنا قرار جمعية عمومية بقبول 500 عضوية في مدينة نصر سنة 2015، وبعتنا للجهة الإدارية المنوطة بأنها تعتمد هذا الكلام عن طريق الإدارة التنفيذية بالموافقة على هذا التوجه لتدبير موارد. فردت علينا، قالت لنا، ردت علينا بالرفض وقالت إن مفيش حاجة اسمها الجزيرة ومدينة نصر، فرع مدينة نصر فرع مكمل أو منفذ مكمل للنادي الأهلي ولا يعتد به كفرع، بل هو مقر. زي ما انا اجي اقول ايه الكيان بتاع المؤسسة الفلانية او الوزارة الفلانية موجود هنا وموجود هنا، الوزير بيروح هنا شوية وبيروح هنا شوية، رئيس الوزراء بيباشر اعماله من مكانين. مفيش، انا مش بعمل جمعية عمومية، انا مقر تماما بان الجمعية العمومية للانتخابات العادية يجب ان تتم في مكان واحد، لانها بتناقش ميزانيات وبتناقش تساؤلات وبتناقش امور كثيرة ولغط كثير عند الاعضاء وعند كل المهتمين. ما ينفعش ان مجلس الادارة وهو بيرد يقسم نفسه اتنين. لكن انا عاوز اعرف يعني ايه مقر الاشهار. طب انا عاوز اقول لحضرتك حاجة يا استاذ هشام من قناة النادي الاهلي كونك رجل اولمبي، انتخابات الكابتن او المهندس الاستاذ حسن مصطفى اللي هتقام اللي نجح فيها وانا بهنيه بالتزكية لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد هتتم في تركيا في شهر 12، هو ده المقر الاشهار بتاع الاتحاد الدولي لكرة اليد؟ هاني ابو ريده لما تم انتخابه كعضو مكتب تنفيذي في الفيفا في من كذا شهر في البحرين، هي البحرين المنامه مكان الاشهار بتاع الاتحاد الدولي لكره القدم ولا زيورخ؟ ما تتكلموش كلام يحاسبكم عليه التاريخ، يعني التاريخ بيحاسب الناس على كلامها. فحضرتك انا بيسر الامور على اعضائي، ما تيجي نعكس. انا عاوز اعرف انت متخوف من ايه؟ انت فاتك يا باشمهندس هشام، فاتك ان النادي الاهلي الوحيد الذي له مقرين متساويين في الحقوق والواجبات. كلمة فرع دي ما ينفعش تطلع امبارح تقول هليوبلس ما عملش ليه في الشروق، وسموح ما عملش ليه في برج العرب، والظهور ما عملش ليه مش عارف في بين الشروق ولا الصيد في القطامية. النادي الاهلي الفرع الوحيد ليه ما يطلق عليه مسمى قانوني بفرع هو فرع الشيخ زايد، ولا توجد لجنة للتصويت بالشيخ زايد. ما تتكلمش كلام هيترد عليك، وهيبقى يعني انا مش حابب ليك كرئيس لجنه اولمبيه انك انت تقول كلام ما هوش معزز. وبعدين يا سيدي انا عاوز اقول لك على حاجه، انت كل شويه تقول لو عملوا كذا هعمل كذا، ما فيش واحد بيعمل حاجه وبيقعد يهدد كل يوم 6 مرات. هو احنا داخلين في خناقه؟ احنا مش داخلين معاك، احنا بنحترمك وبنحترم اللجنة الأولمبية، وأنا علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية من أقرب الناس إلى قلبي من 40 سنة هنا في النادي الأهلي، ومش عاوز أقول علاء مشرف بيقول إيه بس عشان ما حطوش في حرج. أنت عندك قانون أو عندك ضوابط بتنظم هذه العملية، أنا بقول لحضرتك دي ناس رايحة تقول نعم أو لا، وما بنقوليش على حد حاجة. أنت متضايق ليه إنها تتعمل في مقرين؟ ده أنا يا سيدي الفاضل يوم ندوة المهندس محمود طاهر هنا في النادي اللي كان بيشرح فيها الضوابط بتاعة القانون ومستجدات وبيفهم الناس الأعضاء، أنا جاي من المهندسين للنادي في حضور 400 أو 500 عضو هنا، وصلت عند منتصف
كوبري 15 مايو، من منتصف كوبري 15 مايو لهنا في ساعة الا ربع. طب انت ليه عاوز تضايق الناس؟ بتقول هليوبلس تم الانتخابات، قال طب وليه كنت برضو يعني فرحان قوي ان الناس اتضايقت في هليوبلس، بس الناس في هليوبلس اتضايقت او تعثرت بسبب امر واقع ان هو ما عندوش مقر تاني. فرع الشروق ده لا يجوز لعضو الشروق ان انه يجي يصوت، ولا يجوز لنادي هليوبلس المركز الرئيسي ان 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 يفتتح منفذا للتصويت. احنا حاله خاصه. وبعدين مين اللي اعترض؟ التصويت بكره. انت بتقول انا كل واحد هيجي لي يقول لي اشمعنى؟ اشمعنى ايه وانا في مدرسه؟ لازم تبقوا على قدر المكان، تحترموا المكان اللي انتوا فيه. ومش عيب انك انت تقول ان انا مش قادر اتولى مهمتي في هذا الخصوص، لكن النادي الاهلي لا تملى عليه او لا يملى عليه الامر بالقوه، ولا هو بيملي على حد الامر بالقوه. احنا احترمنا القانون، احترمنا اجزاء من اللائحه الاسترشاديه كانت تناسبنا وحطيناها في اللائحه. قعدوا يتكلموا على الاقصاء واللي حلف ان في اقصاء، اقصاء لمين؟ واقصاء علشان ايه؟ مين خايف من مين؟ ومين عارف انه هيرشح نفسه ولا ما يرشحش نفسه؟ الامور بقت صعبه قوي على اللي هيرشح نفسه. بقى في حاجه اسمها بنش مارك، مؤشر، خلاص اللي هيجي النادي الاهلي انا او غيري هيبقى عارف ان في حد ادنى لسقف طلبات الاعضاء، لان هم شافوا استحقاقاتهم، علشان ما يطلعليش التاني يقعد يقول لك مش انت اللي عامل ده وانت اللي عامل ده. يعني الحقيقه انا كنت مستاء جدا اننا نتكلم مع بعض، لا ده انا اللي عامل او انت اللي عامل. احنا بنتواصل الاجيال، وقد يكون هو اللي قبلنا عملوا اكتر مننا، او اللي جايين بعدنا يعملوا اكتر مننا ومن اللي قبلنا، لان احنا نسيج واحد في مكان واحد، تعودنا ان نلتقي بكل مشاعر الحب والشعور بالانتماء. وعمرنا، انا اتحداك لو كان على لسان المهندس محمود طاهر او احد اعضاء مجلس الاداره طلع قال، او زايد على الاعضاء، لان محدش دفع للنادي الاهلي حاجه من جيبه الشخصي. النادي الاهلي اعطى الكثير للجميع، وخد خد مجهود بسيط قوي. ودايما انا في كلماتي بقول ما يحدث على ارض الواقع في النادي الاهلي هو استحقاق وليس انجاز. ما ينفعش ان انا بانكار ذات ان انا اقول انا عملت حديقه او عملت مبنى او 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 او, أو. لان انا ما اديتش حاجه، ما ورثتش او ما لقيتش في احد اركان النادي الاهلي تماثيل اثريه بعتها وعملت بيها. النادي الاهلي اعطى الجميع، وانا ليا الشرف كعضو مجلس إدارة في النادي الأهلي حاليا، وعضو أنتمي للنادي الأهلي كعضو عادي عامل أو منتسب لأهلي من الستينيات، إن أنا يتقال عليا بس إن أنا عضو جمعية عمومية في النادي الأهلي. لكن ليه بنعملها مشكلة؟ وليه كل يوم نطلع؟ وللأسف اللي بيقول النهاردة تقسيم النادي الاهلي، حزنت جدا لما نشر في جريده الاهرام انه بيسيبوا رمز كبير من رموز النادي الاهلي كابتن صالح سليم امور ملهاش مكان. طب ما طبعا كلنا متفقين على عدم تقسيم النادي الاهلي. انت بتتكلم على سينا ولا بتتكلم على السودان ولا تقسيم ايه؟ هو انا لما حضرتك يكون في تزاحم على مكان وبريح الاعضاء دخلتها في تقسيم النادي الاهلي؟ طب ما تطلع تعمل استطلاع راي تشوف مين اللي بيعتقد في هذا الكلام انه تقسيم. تقسيم ايه؟ ما انا قدام باقر قدام حضرتك ما ينفعش يبقى في انتخابات غير في مقر النادي الاهلي، سواء هنا او في مدينه نصر. انا مش عاوز اخلق حزازيات، وما فيش حد هيعرف ولا يقول ولا يقدر يعلن ان النادي ان مقر مدينه نصر كام صوت ومقر الجزيره. ده انا بروح مدينه نصر وكل اعضاء النادي الاهلي بيروحوا، ده اختلاف عناوين. يبقى الهدف واحد ويبقى كيان واحد. وبعدين بتتكلم على هيبه النادي الاهلي، هيبه النادي الاهلي ده انا اللي بحاول احافظ على هيبه النادي الاهلي واتحمل ما لم يتحمله بشر، بس احنا موافقين. يزول الجميع ويبقى النادي الأهلي.
اخيرا عماد بيه، لابد من رساله لاعضاء الجمعيه العموميه، ساعات بسيطه جدا والوعي الكبير والرهان الكبير على الاعضاء زي ما بنقول. عضو مجلس اداره النادي الاهلي عماد بيه تقول ايه لكل اعضاء الجمعيه العموميه؟ اقول لهم من اجل نادي نحافظ على عراقته ورقيه، تبقى قيمته هي قيمه اعضائه ورجاله وشبابه ونسائه. اعملوا لائحتكم بايديكم، ما تخلوش حد تاني يعمل لكم لائحتكم، وتعالوا قولوا اللي انتوا عاوزينه، لان احنا غرضنا شريف. واتحدى ان يكون من بين ثنايا هذه اللائحة ما يقصي احد او يسيء الى احد، ولكن للنادي الاهلي مبادئه وللنادي الاهلي خصوصياته التي لا يستقيم ابدا ان تكون من باشياء ما تحافظش على الرموز والنبهاء اللي هم حكموا النادي الاهلي ومثلوا ادارته. ارجوكم توجهوا الى صناديق التصويت على لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي من اجل ولادنا ومن اجل شبابنا ومن اجل تقرير مصيرنا. من فضلكم. كل الشكر والتقدير طبعا للاستاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي، لقاء هام جدا طبعا زي ما بنتكلم ساعات قليله ان شاء الله، وهينطلق الاجتماع الخاص بالنسبه للنادي الاهلي. كل التوفيق من جديد لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، يوم هيكون فارق غدا ان شاء الله في تاريخ النادي الاهلي. عوده ليك من جديد زميلي محمد، واكيد هنكون مستمرين معاك هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. شكرا زميلنا كريم احمد من مقر النادي الاهلي بالجزيره، ولقاء كان وافي مع سياده العضو طبعا مجلس اداره النادي الاهلي عماد وحيد. نروح الى متابعه اخبار الاهلي في الصحف والمواقع، وابدا مع حضراتكم بجريده الاخبار. بدا حجز تذاكر مباراه الترجي. الوفد الاستبعاد من المباريات عقوبة الوزن الزائد في الأهلي. المصري اليوم أيمن أشرف عازمون على التأهل لمونديال روسيا. والوطن سبورت أجاي ينتظم في تدريبات الأهلي بعد 48 ساعة. الشروق الأهلي يقيد متعب في القائمة الثانية للموسم الجديد. والبوابة نيوز الأهلي يكتفي بالتدريبات البدنية في المران الصباحي. فيتو أنيس الشعلالي يعود للظهور في تدريبات الأهلي بعد انتهاء الأجازة. الأهلي لم نحسم عرض أودينيزي لشراء حمدي. في الجول مؤمن زكريا تمسك الأهلي بالسعادة. ودوت مصر الأهلي يدخل معسكره المغلق السبت المقبل. ده كان آخر خبر معانا النهارده مشاهدينا، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.